السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. هذا هي الفيديو الأخير من الدورة الأولى. الفيديو الأخير من الدورة الأولى هو هذا: القراءات حرف التاء وحرف الظاء. الظاء بالرغبة، ظاء ظاء ظاء. أقرأ أسبوع 15: تاء حرف التاء بالفتحة تاء، التاء بالمد بالألف تاء، التاء تنوين بالفتحتين تن، تاء بالضمة تو، تاء بالمد بالواو تو، تاء تنوين بالضمتين تن، تاء بالكسرة تي، تاء بالمد بالياء تي، تاء بالتنوين بالكسرتين تين. إذن كنظن شوية مفهوم هادشي، خصكم تقوليو تعودوا عليه في خلال نهاية الدورة الأولى، خصكم تعودوا على هادشي باش تبدا تقرأ كلمات وتنطقهم مزيان وتقرأ جمل كذلك. فاتن تريد كتابا، تناروز تنام، ضاء بالفتحة ضاء، ضاء بالمد بالألف ضاء، ضاء بالتنوين بالفتحتين ظن، ضاد بالضمة ضو، ضاء بالمد بالواو ضو، الضاء بالتنوين بالضمتين ظن، الضاء بالكسرة ضي، الضاء بالمد بالياء ضي، الضاء بالتنوين بالكسرتين ظن. لفظ ظلة من ضار فظيع. شهيد. هي دي فاتن تستدل بالمظلة. إذن نقوله تستظل فاتن بمظلة. أعيد: تستظل فاتن بمظلة. هذه كانت الصفحة 77. نمشيو نشوفوا الصفحة 78، ومن بعدها 79 اللي تكون هي النهاية ديال الأسدس الأول من الأول ابتدائي في كتابي في اللغة العربية. هنا مجال الهندة والنظافة. أحذف، نحذف، شنو نحذف؟ نحذف شي مقطع أو جوج المقاطع مثلا. هنا فساتين، فساتين هذه فستان، فستان مجموعة من الفساتين. إذا مجموعة من الفساتين يقولوا فساتين. هذا عن حذفه، شنو هذا كتسمى؟ هذا كتسمى تي تين. وبالتالي نفضوا المقطع الأول والمقطع الثاني، نحذفوهم ونقراوها تين ونكتبوها. الكتابة كذلك تكون جميلة وواضحة. تي نون هكذا. جيد. هنا ظماء، ظماء هاد الأطفال هادو ظماء يعني عطشانين. الظما، الظما جاي من العطش، الظما هي العطش. ظماء، ظماء هادو ظمآنين زعما ظماء. إذن نحيدوا المقطع الأول في حرف الظاء بالرقبة ضي بالكسرة ضي. أتقنا ماء، هو هذا ماء. إذا نقولوا ماء، الهمزة على السطر، ماء ماء. أضيف تاء لام. هنا تاء تاء، هاي نكتبوا هذا تاء. لكن شنو اللي قدامنا هنا؟ شنو هذا؟ فصل ماذا؟ فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الربيع، فصل الشي شي شتاء. إذا نقولوا شي شتاء. احنا ضفنا الحرف شين ولا لا؟ شتاء. هذا لام، لام، لام. إذا شنو هذا؟ هيا لام. وهذا شنو هو؟ نهار ولا ظلام؟ ها ولا النور فيه؟ ها ظلا ظلام. إذن ظلام، ظلام، ظلام. جيد. أقرأ: فستان من ضار، بوضة زينة. شكون اللي صحيحة؟ إذن هذا هو المنظار اللي كنشوفوا به القمر أو نشوفوا به النجوم، نحدوا به الأشهر الهجرية: شهر محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية،
رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، شهور السنة الهجرية. نمشيو نشوفوا الصفحة 79 تكون هي الأخرى في كما قلنا في الأسدس الأول من السنة الأولى ابتدائي. الكتابة أخط ثم أنقل، ت بالضم، ت كنقول هكذا تكون فوق السطر، ت بالمد بالألف، ت هكذا نكتب وثانيك فوق السطر والألف يكون بين السطر جسطرة الأصغر الصغار. هنا ت بالكسرة، تي هكذا، تي نقطتين ثم تي. الظاء فوق الظاء بالفتحة، ظاء مع الرقبة. هنا ظاء مع المد بالواو، أوكا الرقبة هكذا تكتب. ظاء فوق السطر، الرقبة فيها ما بين السطر فوق السطر الغليظ ها هو السطر الرقيق، السطر الصغير الأولاني والثاني كتوصل ليه النقطة هنا. ثم الضاء بالمد بالياء هكذا، قبلها حرف ما هاكايا، ثم الرقبة، ثم الياء على السطر. ضي إذا هنا تاء، إذا شوفوا راسنا واش نعرفون نكتبوها كذلك كما تعلمناها هكذا. جيد، نقطتين هكذا ثم الفتحة، انتبه. ثم تاء هنا بالفتحة، تاء هنا، تو مد بالواو، الواو كذلك اكتبوها هكذا، تو نقطتين هكذا، تي كذلك دير لها هكذا، ثم هكذا، تاء بالمد بالياء، خط نتعلموه من الصغر لأن التعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر. الضاء بالضمة، ضو 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 هكذا، ضو. ضاء بالمد بالألف هكذا، نقطة هنا، ضاء. ضي المد بالياء هكذا، مع الرقبة، نقطة. ضي إذن نشاط حر. أكمل الجملة، أكمل الجملة. فاتن هنايا، هذه فاتن معروفة، هنا هذا المظلة تستظل من الشمس، إذا نقول هنا مظلة تاء مربوطة هكذا في الآخر، مظلة فاتن تاء مظلة فاتنة بن 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 بنت تكون بنت عمي، بنت عمي، بنت عمي اللي في الأخير هكا. إن شاء الله شي نهار يجي الوقت اللي نقدر نحط لكم شي فيديوهات ديال تعلم الخط العربي. عمي مظلة فاتنة بنت عمي ولا بنت عماتي، نقدر تكون. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.